بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. التبين هنا قلنا إن التبين بالمقدمات والبحث والأدلة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن الإذن الذي يوافق ما قاله الله، وهو أنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن الله أراد أثبتهم. إذا كل دي يبقى المال الكلام جمع بين عفو وبين لما. أم قال لك العفو لأنه صادف الحكم، ولما أذنت لهم لأن المقدمات كانت يجب تستوفى. يبقى الكلام في شكلية الموضوع لا في الإيه؟ لا في الموضوع. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إيه علشان إيه؟ أم قال لك لأنك حينما أذن رسول الله لبعضهم في التخلف، الإذن ده هم يعني هم مش كانوا حيروحوا، هم مش حيروحوا، أذن أو لم يأذن. فقال له لو ما كنتش أذنت لهم كانوا حينكشفوا، هم مش حيروحوا، مش حيخرجوا معاكم، لكن إذنك ادالهم ستار يسترون به نفاقهم. فلو ما كنتش أذن كان إيه؟ عدم خروجهم يبقى ايه؟ يبقى فضيحة لمين؟ لنفاقهم. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. الله. الكلام في الإذن من رسول الله بأن يتخلفوا عن الله. طب لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يستأذنك في إيه؟ ما يستأذنكش في القعود يعني، ما دام يؤمن بالله واليوم الآخر ما يصحش، ما دام ربنا قال انفروا خفافا وثقالا ما كانش صح أنه إيه يستأذنك في أنه إيه في أنه يقعد. هنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني لا يستأذنك إيه في الإيه؟ في القعود ولا في إيه؟ أم قال لك الآية هنا بتصعد المسألة عشان توبخ اللي استأذنوا في القعود. أم قال لك ده المسألة أخطر من كده، ده أعلى من كده، مش استئذان في القعود، ده اللي يستأذن في الخروج يبقى ده دليل على انه مش مؤمن. اللي يستأذنك في الخروج يقول لك أخرج معك يا رسول الله في الحرب، نقول له ساعة تأتي بهذا الاستفهام وتستأذن يبقى عرض أن يكون الجواب بنعم أو لا. ما دام الجواب بنعم أو لا يبقى قبل أن تسأل أدرت النفي والإثبات. يبقى النفي جيب بالك ولا لا؟ أهدي ما تليقش بالمؤمن. بعد ربنا بقول انفروا تروح وتقول له الذي يقدم معروفا إلى إنسان ما يقولوش أعمل لك المعروف ده ولا ما أعملش. إن استأذنك كده وسألك يبقى منعك، يبقى إيه؟ يبقى منعك. يقول لك إنك أنت لما تعمل المعروف ما تستأذنش فيه إلا لأنك إن استأذنت صار عندك استعداد لأن تتلقى جوابا، يا بالرفض يا بالإيه؟ بالقبول. يبقى الرفض وارد عندك ولا لا؟ يبقى الرفض وارد ايه؟ وارد عندك. رسول صلى الله عليه وسلم حينما يستأذنه هؤلاء يستأذنهم في الخروج يقول له استأذنك في الخروج، طب ده الخروج ربنا امر به، هذا عايز اذن مني؟ يبقى ما دام ربنا اذن به وقال يبقى ما يصحش انك انت ايه استأذني. ولذلك الناس بقى اولاد البلد لما يجوا يقولوا ينكتوا على الناس بالبخل ولا بتاع، يقول لك اذا جالك ضيف كده ها وبعدين تقول له يا ولد لابنك دور لنا على الخروف عشان نذبحه للضيوف، منتظر بقى يقولك لا والله لنقضيها بأي حاجة يا شيخ مش عارف ايه بقى. انت تستأذني في ان تكرم او لا تكرم؟ طب ما شوف سيدنا ابراهيم عمل ايه لما جاله الضيف ابراهيم المكرمون، فراغ الى اهله سرا ولا حد شافه، مش قال يا بنت هات السكينة شوف الديوك ايه ولا حد يذبحه كلام
يبقى إذن ما تستأذنش في إيه؟ في معروف تقدمه. ولذلك مثلا يقول بعض البلاد اللي اشترط بلوم يقول لك إذا ذهبت إليها ضيفا يقول لك إيه؟ تشرب قهوة ولا ما أنتش كيف؟ تتعشى ولا تنام خفيف؟ إيش هذا؟ طب تنام هنا ولا اللوكان بريح؟ يبقى إذن الذين يؤمنون بالله لا يستأذنونك في الخروج أبدا. يبقى صعد المسألة ولا ما صعدهاش؟ مش استئذان. فإذا كان الاستئذان في الخروج عيب ولا يليق بمؤمن، يبقى الاستئذان في القعود إيه؟ يبقى شر منه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك في إيه؟ في الخروج برضه. وإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون إيه؟ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. مادام بيستأذنك قلني إن هو الاستئذان سؤال، يا رسول الله أخرج ولا إيه؟ ولا مخرجش؟ يبقى عنده أخرج ومخرجش الاثنين. دي مادام ردد المسألة بين أخرج ومخرجش، دي عمل المتردد. عمل مين؟ المتردد. والإيمان عايز يقين ثابت. إحنا قلنا التردد ده بتاع شك، مع التردد هو الذهاب والرجوع على التوالي، ما يقعدش هنا شوية وهنا شوية، لا اسمه إيه؟ ولذلك فلان يتردد بين كذا وإيه وكذا، يعني مش مستقر لا هنا ولا إيه ولا إيه. يبقى صحيح ما دام استأذن يبقى عنده إنه يجاب بأنه يروح ولا ما يروحش، يبقوا الاثنين هم. يبقى اللي يعمل دي مين؟ المرتابون. المرتابون اللي هم إيه؟ اللي عندهم في طرف الحكم الطرفين الاثنين سواء، يرجع هنا ويروح هنا، يرجع هنا ويروح هنا، لأن ده اسمه الشك. الشك هو زي ما قلنا سابقا هو تساوي الأمرين، تساوي الأمرين. زيد مجتهد ولا مش مجتهد؟ والله لا أقدر أقول مجتهد ولا أقدر أقول مش مجتهد، يبقى الاثنين إيه؟ قد بعض. لكن لما يكون غالب إنه مجتهد يقول أظن أنه مجتهد، يبقى غلبت جانب الإيه؟ الثبات. طب واللي ما غلبتوش يبقى دواه، يبقى إيه؟ إذن النسب، النسب الكلامية والقضايا العقلية أو العقدية تدور بين أشياء. أنت تجزم بحكم، أنت جازم بإيه؟ بالحكم. الذي جزمت به له واقع يؤيده ولا ملوش واقع؟ فإن لم يكن له واقع، أنت جزمت بشيء لا واقع له، يبقى ده جهل. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى الجهل الجزم بشيء لا واقع له. واحد يقول لك الأرض مبسوطة وأنا معتقد أن الأرض مبسوطة مش كورة، نقول له أنت جزمت بأن الأرض إيه؟ مبسوطة، والواقع غير هذا لأنها بقت بالصورة، جابوا صورتها طلعت إيه؟ طلعت كورة، يبقى مالكش حق فيه. يبقى من جزم بشيء الواقع لا يؤيده يبقى اسمه إيه؟ جاهل، مش عارف. فرق بين الجاهل واللي مش عارف. اللي مش عارف ده يبقى أمش، عنده نسبة واحدة ما عندوش نسبة مخالفة للواقع، إنما الجاهل عنده نسبة إيه؟ مخالفة للواقع. عايز مجهودين فكريين، المجهود الأول إنك تطلع منه الغلط وتدخل له مين؟ لكن الأمي ما عندوش حاجة، فأنت بتديله إيه؟ تبقى مرحلة فكرية إقناعية واحدة. يبقى إن جزمت بشيء لا ولا واقع له يبقى ده اسمه إيه؟ جهل. اللي بيتعب الدنيا الأميين ولا الجهلة؟ الجهلة. الأم غلبان، بمجرد ما تقول له القضية الفكرية انتهت المسألة، إنما الجاهل عمال يعمل إيه؟ يجائر بقى ويعمل، لأنك أنت بدك تنزع منه إيه؟ الباطل وتدخل له الإيه؟ وتدخل له الحق. طيب هذا إذا جزمت بشيء لا واقع له يبقى ده جهل. طب وإذا كان له واقع؟ نقول له تستطيع أن تدلل على هذا الواقع؟ قال لك إيوه، إن استطعت أن تدلل عليه يبقى ده العلم بقى، وإن لم تستطع هو واقع صحيح إنما ما استطعتش يبقى تقليل. الولد حين نلقن له الله أحد، الصغير ما يعرفش يدلل، إنما خد القضية مين؟ ده احترام لرأي أبوه ولرأي معلمه، قال له حفظه الله أحد، يبقى الله أحد. الله أحد جزم بها الطفل وجزم بها، والواقع كذلك ولا لأ؟
ولكن أيستطيع الطفل أن يدلل عليها؟ يبقى بيقلد لحد ما ينضج عقله يبقى يستطيع يعمل إيه؟ فإن دلل يبقى ده العلم. يبقى كم نسبة في المجزوم بإيه؟ إن كان إن لم يكن له واقع فإيه؟ فجعل. وإن كان له واقع فإن لم يستطع أن يدلل عليه فتقليد، فإن استطاع أن يدلل عليه فعلم. يبقى العلم الجزم بقضية واقعة عليها إيه؟ دليلها. المرتب بقى يعمل إيه؟ أم قال لك ده غير جازم. يبقى الجازم عرفناه، طب وغير الجازم؟ قال لك إن كان المسألتين قبل بعض زي بعض، ما فيش واحدة راجحة وواحدة مرجوحة، يبقى ده الإيه؟ الشك. طب وإن كانت واحدة راجحة؟ الظن. والمرجوح يبقى وهم. يبقى غير الجازم كم نسبة؟ شك فظن فوهم، ودكاء الجازم جهل أو تقليد أو إيه؟ أو علم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لأن لو كان عندهم إيمان بالله وباليوم الآخر وأن مردنا إلى الله وسيجازى كل واحد منا بما قدم، كانوا اعتبروا إن تضحيتهم بالمال وبالنفس سهل بجانب إيه؟ بجانب الغاية. إنما مدام مش مؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يبقى اللي بنقول له عليه تلف في نفسه ولا لا؟ يقول لك وين اللي حيطولنا يا عامل بها ايه دي؟ لانه مش مؤمن بمين؟ بالله ولا باليوم الاخر. وارتابت قلوبهم. يبقى اذا الارتياب ده محل القلب، والعلم ايضا محل القلب. اما قال لك انما بيمر على العقل، قال لك العقل يصف المسائل، فاذا صف المساله خلاص تستقر قضيه يقينيه لا تطفو لتناقش من جديد. قضيه ثابتة لا تطفو ولذلك سموها عقيدة. سموها ايه؟ عقيدة. يعني ايه؟ عقدت، مش عقدة وشنيطة، لا، عقدة ما تطفوش ابدا ولا تناقش من جديد. يبقى العقل بيستقبل المحسات وبعد ذلك يركب المقدمات ويطلع بالنتائج، فاذا ما انتهت المسألة الى شيء يستقر في القلب. لما شافوا ان اللي يقدم على النار، اول واحد شاف واحد قدم على النار فحرق، قال النار محرقة بالتجربة ولا لا؟ وبعدين شافها تاني يمكن صدفة برضو النار ايه؟ تبقى قضية حسية، نشأت عنها قضية ايه؟ معنوية عقدية، أنت تنطق بها ولا تحتاج بها إلى ايه؟ إلى دليل. وارتابت قلوبهم. مش هنا ختم الله على قلوبهم؟ القلب محل ايه؟ محل القضايا التي انتهت من مرحلة التفكير العقل فيه إلى أن أصبحت قضية ثابتة، العقل ما يبحثهاش من جديد. نعم. فهم في ريبهم أي في شكهم يترددون. وقلنا أن الشك هو النسبتين إيه؟ متساويتين، ما فيش واحدة تجذب إليه. ويريد الله أن يدلل على ذلك فقال، هم لا يريدون أن يخرجوا ومجمعون وعازمون أن لا يخرجوا، بدليل أنهم لم يعدوا للخروج عدته. لأن اللي كان حيخرج لحرب زي كان عمل إيه؟ كان وضى بالزاد ووضى بالراحلة ووضى بالسلاح، وهم ما عملوش إيه؟ حاجة من دي أبدا. يبقى هم ناويين ما إيه؟ ما يخرج. ولو أرادوا الخروج أي للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لأعدوا إيه؟ له عدة. الأعدوا للخروج إيه؟ عدة من الكراع، السلاح، الزاد. طب ما إيه هات بقى؟ ولكن حرف استدراك، ما أعدوا عدة، ما هي ولكن تبقى تدي حكم إيه؟ مخالف. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن لم يعدوا له العدة. ليه؟ أما قال لك لأن المسألة مش بنت لحظة، ده المسألة دي خميرة مبيتة في أنهم ما يطلعوش، ولذلك ما شغلوش نفسهم بمقدمات الإيه؟ الجهاد. طب وما شغلوش نفسهم بمقدمات الجهاد ليه؟ قال لك لأن الله لم يرد أن يخرجوا، ولذلك ثبتهم. معنى ثبتهم إيه؟ تثبيت رد الفعل، بده يفعل كده يثبته يرده، واحد عايز يقوم يوم إيه؟ يثبته ورجعه تاني مطرحه، فثبتهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين.
قيل اقعدوا، قيل مبنية، من اللي قال؟ ما دام الله ثبطهم فكأن لهم، قال لهم اتلهوا على عينكم ولا انتوا مش خارجين، وهخليها باختيار كنتم، وانتوا اللي تحرنوا، وانتوا اللي ما تعدوش العود ده، وانتوا اللي تعملوا حاجه علشان تنفذوا مين؟ مرادي. مرادي الارادي، وانتم باختياركم، ما جتش اقول لكم لا اقعدوا ما تخرجوش، انا سايب الامر كده، لكن انتم اللي هتقولوا ايه؟ مش هنخرج. لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم. الانبعاث هو الخروج بنشاط الى شيء تحبه، الخروج بنشاط الى شيء ايه؟ تحبه. كره الله انبعاثهم، ما دام كره الانبعاث، هذا الكره عمليه وجدانيه مش نزوعيه، فثبطهم ادي النزوعيه. يعني انت ساعه ترى شيئا فيعجبك مثلا، او شيئا تكرهه، دي مواجيد في النفس. الشيء اللي انت انبسطت منه زي ما قلنا زمان الورده، تشوف ماشي كده ببستان تلاقي ورده جميله، رؤيتك للورده عمليه ادراكيه، عينك ادركت دي، فسررت منها ومن شكلها ومن نعومتها ومن الريحه ومن عارف ايه، ده عمليه ايه؟ انت ادركت فوجدت في نفسك اعجابا بالورده. لحد هنا كلام كويس. فمددت يدك لتقطفها، واحد قال لك لا ده مش بتاعتك، يبقى فيه ايه؟ ادراك، فيه وجدان، فيه نزوع. الشرع تدخل فين؟ قال لك ما تشوفش الورده، لا شوف، ما تنبسطش منه، انبسط على كيفك، بس لما تمد ايدك تقطفها نقول لك لا مش بتاعتك. عايز لك ورده ازرع عليك عندك، ما عنديش حته، هات لك قصريه كده وايه وحط فيها ورده، مش بتاعتك. يبقى الشرع بيتدخل في الايه؟ في الاعمال النزوعيه. كره الله انبعاثهم، عمل ايه؟ ثبطهم، زين في نفوسهم انهم ما يطلعوش مع النبي عليه الصلاه والسلام في الايه؟ في الجهاد. ليه؟ لحكمه ارادها الحق سبحانه وتعالى، فوافقت ما اذن فيه رسول الله في التخلف. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن اي لم يعدوا، لان الله كره انبعاثهم فثبطهم، خزلهم وردهم عن الفعل، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فان كان التثبيط من الله يبقى كانه قال لهم اقعدوا باذن، دي باذن الاراده، باذن مين؟ باذن الاراده. او الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اقعدوا واذن لهم في التخلف، او قيل اقعدوا مع القاعدين، الشياطين قالت لهم، وان الشياطين لا يوحون ايه الى اوليائهم، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه غرورا. يبقى كلمه قيل بنيت لما لم يسمى فاعله، اللي هي للمجهول، لامكان ان يتعدد القائلون، فالله بتثبيطه كانه قال لهم اقعدوا، والرسول باذنه لهم كانه قال لهم ايه اقعدوا، والشياطين حينما زين لهم القعود كانهم قالوا، وبعضهم لبعض كانما. شوف بقى كلمه قيل ادتني كم عطاء، عطاءات متعدده. وهل عطاء ينفي عطاء؟ كلها تيجي، كلها تيجي. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا. طب اقعدوا كويسه قوي، وكلمه مع القاعدين دي يعني؟ قال لك شوف بقى، شوف بقى التهكم، لان القاعدين اي الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والصبيان والزمنة، دول اقعدوا مع القاعدين، يعني خليكم مع الايه؟ خليكم مع الحريم، يعني معناها كده. ولذلك هناك رضوا بان يكونوا مع الخوالف. نعم، يعني دي مساله ما كانش صح لرجولتهم انها تقبلها. ليه؟ ولذلك الشاعر لما حب يستنفر القبيله بتاعته ويطلعهم وبعدين ما راوش، قال وما ادري ولست اخال ادري، اقوم ال حصن ام نساء؟ ما انش عارف، هم قوم، القوم يطلق على الرجال يعني. وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين حكمه التثبيط وحكمه القول بقوله ايه اقعدوا. ازاي؟
قال لك إن كانت من جانب الخير فتثبيط الله لهم حكمة وإذن الرسول لهم حكمة. طيب وإن كانت من المقابل الشياطين وأنفسهم، تبقى الشياطين وأنفسهم خدموا القضية الإيمانية في أنهم ما يخرجوش، لأنهم لو خرجوا كانوا يعملوا إيه؟ ما زادوكم إلا قبالة. يبقى الاثنين الجانبين اثنين، الشر والإيه والخير. أما الخير فلأن الله ثبته والرسول أذن له. طب والشياطين لما قالوا لهم اقعدوا نقول إيه دي خيبة الشيطان برضه. طب ما اقعدوا ديا، ولا بعضهم يقول البعض إيه اقعد، طب ما أنت أعنت على مراد الله، يبقى غباء كفري ولا لا؟ يبقى كفر غبي. لو خرجوا فيكم، شوف بقى كلمة لو خرجوا فيكم، عادة خرجوا معكم في كده ولا لا؟ شوف بقى التعبير القرآني، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. لا أوضعوا خلالكم، خلال الفرق اللي بين الشيء، ما أوضعوا خلالكم يبقى معهم ولا فيهم؟ يبقى فيهم. يبقى ما تنفعش هنا إلا إيه؟ يبقى لما تيجي لحروف الجر تقول مش حروف الجر ينوب بعضها عن بعض زي ما السطحيون يقولوا، يقولوا لا ده العدول عن معهم إلى فيه، لأنه يريد تغلغلا منهم للإفساد. التغلل منهم للإفساد يعمل إيه؟ تدخل بين ده وبين ده، يمشوا خلالكم. ولذلك إيه؟ ولا أوضعوا خلالكم، خلالكم يعني في الفرق اللي إيه؟ اللي بينكم. يبقى ده معهم ولا فيهم؟ يبقى فيهم. ساعة ما تسمع كلمة فيهم اعلم أن فيه تغلغل ظرف ومظروف. ولذلك احنا قلنا هناك في سورة البقرة لأصلبنكم إيه؟ في جذوع النخل، مش كده؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. يوم يجي السطحي يقول لأصلبنكم في بمعنى على، وحروف الجر تنوب عن بعضها. نقول له لا يا حبيبي، احنا ما نرتضيش الجواب ده. الجواب ده ان رضينا من اساليب البشر ما يمكنش نقبله في اساليب الله. ليه؟ لان معنى في الظرفيه ومعنى على الاستعلاء. تعالى لأصلبنكم على جذوع النخل، هو الاصل كده. فاللي يقول على وفي ومش عارف نقول له لا، ده لأصلبنكم في جذوع النخل، ما تقولش على جذوع النخل، قل لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا، بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. الله، تعالى هات عود كبريت حطه في صبعك كده، إن سبته كده هو يبقى على إيه؟ على صبعي. إنما هات بقى أستك ولفه عليه كده قوي قوي، العود الكبريت يعمل إيه؟ يغوص في الأصبع. يبقى مش عليه بل إيه؟ يبقى ده دليل على قوه الايه؟ يبقى لأصلبنكم في جذوع النخل لا يكفي ان تقول لأصلبنكم على جذوع النخل، بل قل لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا، بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. اهي برضه هنا ايه؟ ساعة ما تشوف فيها بقى ايه؟ امرار تيجي مثلا فيه وإلى، نقول له لا خد بالك من فيه وإلى، إلى دي غاية، في ظرفية، فلازم تشوف الغاية تنقلب ظرفية ولا ظرفية تنقلب. لما يقول وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة يعني السرعة تنتهي إلى مين؟ إلى المغفرة. يبقى احنا قبل السرعة ما احناش في المغفرة، إنما لما نسارع نوصل لمين؟ طب يسارعون في الخيرات، ما قالش إلى الخيرات، كأنهم برضو عملهم الآن خير بس حينتقل من خير لأحسن شوية. يبقى إذا قلت إلى، يبقى الأولاني ما كانش، وبإلى يصير، سارع إلى كذا، يبقى كذا ما كانش في الباب، بسرعتك وصلت إلى كذا، إنما سارع في كذا كأنك من الأول في الخير، وبعدين حتزيد في الخير، تمشي في الخير، تمشي في الإيه؟ في الخير. يسارعون في الخيرات وسارعوا إلى إيه؟ إلى مغفرة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. ما هو الخبال؟ الخبال مرض عقلي ينشأ معه اختلال موازين الفكر. مش نقول فلان مخبول، سيبك منه ده مخبول، يعني بيحكم في القضايا بغير إيه؟ غير عقل كده. ما زادوكم إلا خبالة. الله،
طب وايه اللي خلى بقى هم لو خرجوا يزيدوهم خبال مرض في الفكر؟ يقول لك يبلبلوا افكارهم. وما دام يبلبلوا افكارهم ايه اللي يحصل؟ يحصل تخاذل ولا ما يحصلش؟ يبقى حكمهم على الاشياء صح ولا مش صح؟ يبقى غلط. ولا اوضعوا خلالكم. اوضع اسرع. وقالوا التحقيق ان اوضع مش اسرع اسراعا، لا، بين الابطاء والاسراع. اوضعت الدابه يعني جعلتها ايه؟ لا هي بطيئه ولا هي سريعه. لو شفت الحاله التصويريه اللي الجماعه المنافقين دول لو خرجوا يعملوها وهيندسوا في وسطهم ويقعدوا بقى يزينوا لهم الفساد ويصيبوهم بالخبال، لوجدت ان الحركه طبق الاصل تتطلب بطءا وتتطلب سرعه. يبقى هناخد اخر البطء واول مين؟ واول السرعه، عشان نجمع بالاثنين. ليه؟ البطء لانه عايز يودود في ودني ده شويه وبعدين يجري عشان يلحق الثاني. يبقى عايز ايه؟ عايز ابطاء وعايز ايه؟ سرعه. ادق شيء فيها الايه؟ لاوضعه. وخلالكم اي الفرج اللي فيكم يبغونكم الفتنه، يعني يطلبون لكم الفتنه. ليه يطلبوا الفتنه؟ ام قال لك لان الشرير حين يرى خيرا يستقل نفسه امام خيره فيحتقر نفسه. لما يحتقر نفسه وله مش غادر يسلك سبيل الخير يقوم يعمل ايه؟ يقول لك ما فيش الا ان ازهد صاحب الخير في الخير عشان يبقى مين؟ يبقى زي. اعمل ايه؟ اسخر منه، استهزئ، المزه. ليه؟ لانه مش غادر يلتزم كما التزم. وما دام مش غادر يبقى صادق. يقوم يقول لي احنا عايزين نغريه عشان يبقى كذاب، عشان ما يبقاش احسن مني. طب ما تتنطي انت وتروح وياه. لا، ده مشقه الطاعه فيها تكلف، وديك على حريتي والاستمتاع بالحياه ولا مش عارف الايه. يبقى اذن الشرير والخير، الخير في سلوكه ملتزم، الشرير مش عايز يلتزم، انما يهيجه ان يرى ملتزما، لانه لما يرى ملتزم يتضاءل امام نفسه. السارق كده لما يشوف واحد امين، ولا المرتشي لما يشوف واحد مش عارف ايه مش مرتشي يستحقر ايه؟ نفسه. وقال لك الأصل في عظمة الذات الإنسانية أن يكبر الإنسان أولا عند نفسه، مش يكبر عند غيره. ما هو صح أنه يبقى كبير عند غيره ويقعد يعمل مظاهر تخليه إيه؟ كبير، ويتظاهر بالنزاهة وبالأمانة ومش عارف إيه عشان الناس تديله إيه؟ إدتك يا سيدي وبقيت كريم وبقيت كويس أوي. لكن لما تيجي تنام كده وبعدين تلاقيك كذاب، تلاقيك مرتشي، تلاقيك لص، يبقى صغرت عند مين؟ طب اذا كنت هتخسر نفسك تسر بان تكسب الناس؟ مساله مش طبيعيه دي. كذلك يوم يوضعوا خلالكم عشان ايه؟ يخلوكم زيهم. ولذلك القران لما يجي يعالج هذه القضيه نفسيا ويدينا فيها مناعه ايمانيه عشان كل ملتزم هيتعرض لها. ما سمعتش اللي يشوفه بيصلي يقول لك يبقى خدنا على جناحك. ايوه يا سيدي انت عايز تطير. الله، يبقى بيسخروا ولا ما يسخروش؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.